focus on careers، التركيز على الوظائف. conference interpreter، ترجمة المؤتمر. unit 3 lesson 10، the place is the Hilton hotel، المكان هو فندق هيلتون. أبو دبي and the annual Arab oil industry، المؤتمر العربي السنوي لمصانع النفط. conference is about to break for lunch، مؤتمر على وشك break for lunch، أخذ استراحة للغداء. سميرة المحمد who has been interpreting، التي كانت تترجم from English، من الإنجليزية to Arabic، إلى العربية. removes her headphones، asked how she prepared for this conference، سألت شون prepared، تحضرت لهذا المؤتمر. سميرة قالت I knew the topic was oil، قلت شن تعرف ان الموضوع مال المؤتمر كان حول النفط. So I read about the subject، لذلك قرأت حول الموضوع. To get familiar with the technical terms، حتى ان المصطلحات اللي يستخدموها، المصطلحات التقنية اللي يستخدموها داخل المؤتمر، get familiar، تكون مألوفة إلها. You can't use a general word، ما تقدر تستخدم كلمة عامة like the ground، مثل الأرض for example، على سبيل المثال. when you actually mean the source rock، ما تقدر تستخدم كلمة عامية مثل الأرض عندما أنت تقصد بحجك إنه المصادر الصخرية. in my work، في عملي، it is very important، من المهم جدا، to listen to the news، أن نستمع للأخبار. every day، كل يوم. and read the newspapers، نقرأ الصحف. that way، بهذه الطريقة، you have good general knowledge، بهاي الطريقة تقدر تحصل على معرفة عامة جيدة يعني بالنسبة لعملك. and know what is going on in the world، تقدر تعرف شنو اللي دا يصير في العالم. some interpreters، بعض المترجمين، read 3 or 4 newspapers a day، يقرون باليوم 3 أو 4 مجلات. سميرة was born in Britain، سميرة ولدت في بريطانيا. but her parents، لكن والديها، are both، كلاهما from Iraq، من العراق. سميرة grew up speaking Arabic، سميرة أثناء نشأتها كانت تتحدث اللغة العربية at home، في المنزل. but English، بس تتحدث اللغة الإنجليزية at school، في المدرسة. after leaving school، بعد مغادرة المدرسة، she did a degree in Arabic، حصلت على شهادة في اللغة العربية at the University of London، من جامعة لندن. then a 9 month، بعدها مدة 9 أشهر، postgraduate course ما بعد التخرج، أو مثل اللي عندنا دراسات عليا، in conference interpreting، في ترجمة المؤتمرات. there was a lot of competition، كان هناك العديد من المنافسة، to get into the course، حتى يدخلون لهاي الدورة. and the course was very difficult، الدراسة اللي سوتها كانت بالواقع only 50%، 50% of the students، من الطلاب، who were accepted، يعني نسب النجاح كانت فقط 50%، passed their final diploma exams، اللي اجتازوا final diploma exams، اختبار الدبلوم النهائي. سميرة like most conference interpreters، سميرة مثل معظم المترجمين، work freelance، تعمل بشكل مستقل. she only works when she wants to، تعمل فقط عندما تريد ذلك. and for the organization that she wants to work for، ولصالح المنظمة أو المؤسسة اللي تريد أن تعمل وياها. she often works for the UN، أحيانا تعمل لصالح منظمة UN in نيويورك، في نيويورك. and جنيفا and the World Bank، جنيف والبنك العالمي، and يونسكو.
واليونسكو. In Paris, في باريس. She earns around 450 يورو a day. تجني بشكل يومي 450 يورو. The amount, الكمية you get, اللي تحصل عليها depends, تعتمد on who you are working for. يعني كمية الأموال اللي تحصل عليها تعتمد على المنظمة اللي تعمل لصالحها. And how many of you are working? كم عدد المترجمين الذين يعملون. It is less stressful if there are two of us in the booth. إنه الشيء اللي يقلل الجهد عليك أو اللي يقلل التوتر إذا أكو مترجمين اثنين بنفس الحجرة. Then we can take turns. عندها نستطيع أخذ أدوار. I interpret one speech. أني أترجم one speech خطاب واحد. Then a colleague does the next. وراها زميلي يترجم الخطاب التالي. This morning, هذا الصباح. Whenever the speaker said figures. متى ما يقول المتكلم أرقام like 250 يورو barrels of oil برميل من النفط. My colleague زميلي wrote them down يكتبها so I didn't have to memorize them. لذا كان مو لازم احفظات. سميرة تقول انه remaining calm انه تبقى هادئ under pressure is the most important quality in an interpreter. يعني أهم ميزة في المترجم هو أنه يبقى هادئ تحت ضغط العمل. It is important to convey the sense. من المهم أنه ننقل الإحساس. Even if you can't think of a particular word. حتى إذا ما قدرت تفكر بكلمة معينة. Sometimes بعض الأحيان you will be feeling bad. سوف تشعر بالسوء. Because لأن you know the word. أنت تعرف الكلمة. It is on the tip of your tongue. هي على طرف لسانك but it just won't come to you. تقولها but you mustn't waste time trying to remember it. بس انت ما يصير ضيع الوقت في محاولة منك حتى تتذكرها. If you do, إذا سويت هذا الشيء you will miss the rest of the speech. راح تضيع عليك بقية. It's also important. سميرة تقول انه من المهم ايضا to be able to think fast. تكون قادر على تفكير بسرعة. She explained why. هي most interpreter. معظم المترجمون only go into one language. فقط انه يدخلون بلغة واحدة. Samira's active language is Arabic. يعني لغة سميرة الفعالة او اللي تترجم بها هي العربية. But very occasionally, لكن بعض الأحيان she goes into English. هي تترجم للإنجليزي. Recently, مؤخرا she was translation. كانت تترجم from Arabic من العربية to English للإنجليزية. For an Iraqi speaker. لمتكلم عراقي on TV على التلفاز. Speaking in Arabic. He said. يعني قال متحدثا بالعربية. أكل الإناب هبة هبة. يعني أكل العنب حبة حبة. Word which translate literally. الكلمات هاي تترجم بشكل حرفي into English إلى اللغة الإنجليزية as grapes are eaten one by one. العنب يؤكل مرة by one مرة مرة. But this literal translation. لكن هاي الترجمة الحرفية would not have been clear to English listener. يعني ممكن ما تكون واضحة للمستمع الإنجليزي أو الأجنبي. Thinking quickly, فكرت بسرعة, she translated the phrase into English as ترجمت العبارة إلى اللغة الإنجليزية one step at a time. يعني خطوة وراء خطوة. Even if you had lived all your life in Iraq. حتى إذا عشت طول حياتك في العراق. And not came from an international family. ما تنحد من عائلة وطنية like Samira's. مثل سميرة. It is still possible. ما يزال من الممكن to become
أن تصبح an interpreter مترجم Arabic is a language which is very much in demand. اللغة العربية هي لغة كثير الطلب عليها. And if you can interpret from Arabic to English, وإذا قدرت تترجم من العربية للإنجليزية, you will never be out of job. يعني ما ممكن تكون خارج العمل, دائما هاي العمل مطلوب. The way to train as an interpreter, طريقة اللي تقدر get a degree in English, أول شيء تأخذ شهادة لغة إنجليزية, then do a postgraduate diploma in interpreting, وراها شهادة دبلوم, تأخذ شهادة دبلوم في الترجمة.